Mais d'abord, cette audience du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accordée aujourd'hui au secrétaire général d'une fondation caritative saoudienne. Des maquettes de projets qu'elle compte réaliser en Algérie ont été présentées au chef de l'État, Adel Bouhames. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu à Alger l'émir Saoud Ben Mohamed Al Abdallah Al Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud, secrétaire général de la fondation caritative de l'émir Mohamed Al Abdallah Al Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud. Durant l'audience, le responsable de cette fondation a présenté au chef de l'État des maquettes de trois projets que se chargera la fondation de réaliser dans la wilaya de Tiaret. Parmi ces projets, il y a lieu de citer le projet de réalisation d'une mosquée qui devrait comprendre plusieurs infrastructures telles qu'une école coranique. مبنى للإمام والمؤذن إيواء، عندنا حلقات تحفيظ قرآن داخل المسجد وتابع للجامع، عندنا مغسلة أموات وتجهيز الأموات والغسيل، مواقف السيارات كاملة، عندنا دور كامل مصلى للنساء. هذا المسجد طبعا حيكون في ولاية تيارت، حيكون على ثلاث شوارع وفي شارع ثالث من وراء، وحيكون فيه قبو تحت مواقف إضافية في حالة أنه كان المسجد مليان يكون فيه مواقف سيارات تحت في دفر القبو. هدية محبة لبلدنا الجزائر. أنا أتذكر فخامة الرئيس كلمتك عندما وصيتني، قلت عمرو كأنها بلدكم، هي فعلا بلدنا. Le deuxième projet présenté au chef de l'État concerne la réalisation d'un hôpital d'une capacité d'accueil de 300 lits. المساحة تتجاوز 75 ألف متر مربع، مكونة من ثلاث أدوار، فيها قسم أشعة متكامل وقسم خاص لجراحة القلب وأمراض القلب كافة وعيادات خارجية بمواقف سيارات وملحقاتها وإعادة التأهيل. وهذه إن شاء الله نسأل الله أن جعله مشروع خير للمدينة وللولاية بالكامل. L'autre projet présenté au chef de l'État concerne la réalisation d'un centre spécialisé dans la protection des espèces d'oiseaux en voie d'extinction. مشروع بيئي لإعادة طائر الحبار الجزائري للطبيعة وإنتاجه. وإذا وافقتم فخامة الرئيس على هذه الفكرة، سنبدأ بالاتصال بالمختصين في وزارة الفلاحة ووضعهم على اتصال مع الخبراء السعوديين في هذا المجال، والهدف منه فخامة الرئيس أن يصبح هذا المركز مدار من قبل المواطنين الجزائريين بالكامل. كما تعلم فخامة الرئيس هناك المعهد البيطري اللي موجود في تيارت، والهدف من هذا المركز توظيف أكثر عدد من خريجين هذا المعهد إلى أن يدار بالكامل من قبل مواطنين جزائريين ويستفاد منه كجزء بيئي، وهو إعادة هذا الطائر المنقرض إلى الطبيعة، والجزء الآخر في العجلة الاقتصادية فخامتكم. وهذا الطلب لإنشاء هذا المشروع. سيدي الرئيس أكرمنا بالضيافة بداية اللقاء، شكرنا سيدي الرئيس وبلغنا تحايا سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد وأخي ولي العهد الذي يبلغون فخامة الرئيس والشعب الجزائري أحر السلام والتحايا. في العام السابق كما تعلمون اعتمد سيدي الرئيس فكرة المشاريع التي أطلعنا فخامته على مجسماتها اليوم، ولله الحمد تمكنا من إنهاء جميع ما يتطلب إنهاء في المرحلة الأولية، وكان هناك تجاوب كبير من القطاعات المختلفة المعنية في الحكومة
واستطعنا أن نصل إلى مرحلة متقدمة فيها. ستبدأ المشاريع في الوقت في القريب العاجل حينما تنتهي كل إجراءات التراخيص المطلوبة. كان مهم بالنسبة لنا أن يطلع فخامة الرئيس على المشاريع وسير مخططاتها. الحمد لله وجدنا اليوم الرضا من فخامته، فبالتالي نستطيع أن نعمل بأريحية أكثر بعد أن وجدنا الرضا والقبول لهذه المشاريع. المشروع طبعا تقوم فيه مؤسسة الأمير محمد العبد الله الفيصل رحمة الله عليه الخيرية، هو عبارة عن مشروعين. الأول هو مسجد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه، والمشروع الآخر هو المستشفى الذي طاقة الاستيعابية تتجاوز 300 سرير، وسيكون فيه مركز لجراحة القلب مختص بكامل أمراض القلب، وأيضا المراكز الأشعة والعيادات الخارجية. والمسجد هو جامع على مساحة 15,000 متر، وسيكون إن شاء الله تحفة معمارية في هذه الولاية، وهي عبارة عن شكر. نسأل الله أن يكتب الأجر لفخامة الرئيس على هذه الموافقة، والأجر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه. شكرا لكم. Voilà donc ces trois projets de cette